عرضت الممثلة المصرية سابرين عقدا مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات للعب دور البطولة في مسلسل جديد بعنوان لحظة ميلاد. ذكرت جريدة الدستور أن سابرين ستجسد في المسلسل دور ميرفت، وهي أستاذ بكلية الآداب يسافر زوجها للعمل في الخارج، فتعيش مع أبنائها في قلق بسبب بعض الأحداث التي تطرأ على حياتهم. المسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج وليد عبد العال، ويتم حاليا اختيار باقي أبطاله ليبدأ تصويره في أقرب وقت. من جهة أخرى، تواصل صابرين تصوير باقي مشاهدها في مسلسل وادي الملوك، وهو مأخوذ عن رواية لمحمد المنسي قنديل وسيناريو محمد الحفناوي ومن إخراج حسني صالح. يشارك صابرين في بطولة مسلسل وادي الملوك الذي سيعرض في رمضان 2011 كل من سمية الخشاب وريهام عبد الغفور ومجدي كامل.